نشد اتحاد معلمي كردستان فرع سليمانية الجهات المختصة لتحسين المستوى المعيشي لشريحة المعلمين وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. وقال معلمون شاركوا بوقفة احتجاجية إنهم لن يباشروا دوامهم مع بداية العام الدراسي الجديد لعدم صرف رواتبهم، مطالبين في ذات الوقت بالإسراع بحل مشاكلهم. اليوم كاتحاد معلمي كردستان قمنا بتنظيم هذه التظاهرة وهذا الاحتجاج ليس فقط في فرع سليمانية ولكن في كافة الفروع التابعة للاتحاد معلمي كردستان من دهوق وإلى آكري وأربيل وكافة المناطق للمطالبة بحقوقنا المشروعة حول تعديل نظام الرواتب. اليوم تجمعنا أمام مبنى فرع سليمانية لاتحاد المعلمين كردستان نطالب الحكومة بإصلاح حال المعاشي في كردستان. يعني حقيقة هذه المخصصات الذي نحن نأخذه من الحكومة لا يكفينا ولا يكفي حتى أي مدرس في كردستان.